السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره برج العقرب. برج العقرب، يلا كده اثبت وجودك في الكومنتات وصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. استغفر ربنا كتير، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الكلمتين دول خفاف على اللسان، بس ما تعلمش قد ايه ممكن ربنا في ثانيه يغير حالك بمجرد ان انت تكتبهم وتصلي على الحبيب. اكتبهم بنية قضاء ربنا حاجتك، بنية الاستغفار، بأي نية تيجي على بالك اعملهم، وان شاء الله بإذن الله ربنا يغير حالك. برج العقرب، يلا احضروا معايا كده عشان خاطر نشوف قراءتكم الأيام اللي جاية فيها ايه، وايه العراقيل اللي في حياتكم. هنفتح دلوقتي الاستخارة بتاعتكم ونشوف الآية اللي مطبقة على حياتكم بإذن الله تكون خير وانت وحظك ونيتك يا برج العقرب. الحديد، بسم الله ما شاء الله، مستحمل حمل أيوب. برج العقرب، انت بجد من الأبراج اللي عمرها ما بتشتكي، من الأبراج اللي هي دايما عندها حمل كبير وشايلة هم يعني مش قادرة تستحمله. برج العقرب، أول حاجة انت هتصلي على الحبيب. تاني حاجة، انت هنا عندك تغيير جذري في حياتك بالكامل، والآية بتاعتك هي اللي بتقول أنا مش جايبة حاجة في حياتي. عندك تغيير جذري في حياتك، أنت تعبت وعفرت وعملت أقصى مجهود في حياتك، الظلم وقع عليك من كل المقربين اللي في دمك ولحمك. ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أنت متخيل؟ خلق السماء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني مش قادر يغير حالك في ثانية. استغفر ربنا علشان انت بعد 6 أيام عندك تعويض، 6 أيام بإذن الله، وهيكون عندك نقلة جديدة أو فرحة جديدة أو انتصار جديد، في حاجة جديدة عندك بعد 6 أيام هتحصل بإذن الله. ودي الاستخارة بتاعتك هي اللي بتقول. انت دايما بتتعامل مع الاشخاص بنية صافية، بتتعامل معهم بقلب طيب، بس في حاجات ناقصاك وبتدوى عليها. انت بتدور دايما على راحة البال، بتحاول تقول يا رب افتح البيبان المقفولة في وشي. السحر اللي معمول لك سحر قوي، السحر اللي معمول لك سحر قوي هو اللي ملخبط حياتك. وعايز اقول لك على حاجة تاني، يمكن انت بقالك 10 سنين، اكتر من سنين، في عقبة واقفة في حياتك، كل ما بتدق على الباب بتحسه مقفول، وده بسبب السحر اللي معمول لك في حياتك. جالك فترة من الاوقات قطعت املك، قلت خلاص ما في، انا هموت، انا مش هقدر اعيش، حس ان انت بالاحباط، وده كله اكبر غلط. اهو ربنا بيقول لك انا خلقت السماوات والارض في 6 أيام، يعني انا مش قادر اغير حالك في يومين، في ساعة. ربنا هو الكريم، انت بس خلي عندك يقين بالله. دمعتك قريبة منك يا برج العقرب، رغم ان انت قوي ورغم ان انت دايما بتفعل الخير، بس دايما دمعتك قريبة جدا وما بتحبش حد ابدا يشوف دموعك. شايفة لك كمان ان انت هنا زعلان على حد، زعلان على شخص مسجون، على شخص مريض، على شخص تعبان، على شخص في خنقة، ودايما بتدعي له، بس انت ما تعلمش ربنا شايل لك ايه، ربنا كاتب لك ايه. امورك اللي انت حاسس ان فيها عراقيل وفيها بعض المشاكل، باذن الله حياتك هيعوم عليها النجاح وهيعود عليها الامل بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، بس انت خلي عندك يقين بالله. في بعض الحاجات اللي في حياتك حاسس بالذنب، انت دايما بتدور على الحنان، ما تلاقيش حد بيحتويك، ما بتلاقيش غير خنقه وضيقه، وضيق في الصدر وضيق في التنفس، ما بتلاقيش حد واقف جنبك ولا حد بيدعمك، رغم ان انت لما انت بتدعم كل الاشخاص اللي في حياتك وبتديهم من غير مقابل وما بتستناش مقابل من حد، بس دايما طالع من بيتك حزين، طالع من بيتك مظلوم، دمعتك قريبه. في حاجه متاخره عليك، انت دعيت ربنا في حاجه ولسه ما جاتش او لسه ما جاتلكش، فعمال تدعي ربنا. ربنا بيحب اللي يدعيه، ربنا بيقول ادعوني، ربنا بيقول ادعوني. عندك نور من بعد ظلمه، في موضوع او في مشوار انت ماشي فيه، الموضوع ده حاسس ان هو ظلمه، باذن الله ربنا هيكون عندك خير. شايفه لك حصل عندك غدر وخيانه زعلتك، في حد خاين عندك يا برج العقرب،
الحد الخاين ده، لا اما شريك حياتك، لا اما حد مقرب في حياتك. يعني برج العقرب انت عندك حد خانك، والخيانة دي تعبتك، يعني الخيانة دي ظلمتك، حاسس ببعض التوتر وبعض الحيرة. عندك ورث، في ميراث جايلك، عندك هنا بيبان هتتفتح في حياتك بإذن الله. انت هنا عندك صدقة، في حد هيتصدق عليك، او انت هتكسب دعوة حد مهم جدا في حياتك. في حد كبير عندك في السن بيحاول يدعي لك. عندك وعد، بس خلي بالك في اشخاص بيحاولوا يخربوا حياتك. في علاقة تالتة في حياتك يا برج العقرب، في حد عندك بيتدخل بينك وما بين الشريك وعايز يخرب حياتك. حياتك عبارة عن كتلة مشاكل بسبب اختياراتك الغلط، فخلي بالك واحذر من طرف ثالث بيتدخل في حياتك مش قلبها غير كلها مشاكل. الخير قادم على حياتك، انت دعيت وربك استجاب، بس انت اصبر، خلي عندك صبر اكتر من كده. هتقولي انا صبرت وتعبت، بس خلي عندك صبر، ربنا هو الكارم يا برج العقرب، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك. عندك غيرة وحقد، في حد بيحقد عليك وبيغير، في حد هنا بيتكلم عليك وبيحقد عليك بطريقة رهيبة. انت حساس جدا، الايام اللي جاية هتثبت وجودك في بعض المواضيع وبعض الحاجات اللي في حياتك، بس احذر من عراقيل في حياتك وقفالك. وزي ما قلت لك في واحدة ست بتحاول تخرب حياتك، في حد انت كنت ماسك فيه، حد انت كنت بتقول عليه ده خير وده كويس في حياتي، طعنك وغدر بيك وظلمك، شايفة كمان ان في ناس هنا تعبتك نفسيا وماديا، في ناس هنا الظلم وقع عليك منهم بطريقة رهيبة. في نساء كتيرة جدا مش حبالك الخير ودايما بيأذوك، ومش كده وبس، ده في حد كمان عندك بيحاول ان هو يسيطر عليك بطريقة لدرجة ان انت حاسس ان انت تعبت. بسم الله ما شاء الله، انت دايما بتآمن بالله وبتقول الباب اللي يتقفل في حياتي النهاردة ربنا هيفتح، يعني لو في باب اتقفل فانت متأكد ان ربنا هيفتح لك باب اكبر. بص انت هنا عندك دقيت على باب والباب ده اتقفل، يعني انت دقيت على باب والباب ده كان مقفول ولسه ما اتفتحش، بس انت بتنادي ربنا وربنا هيفتح لك البيبان اللي اتقفلت في وشك وهيرضيك. انت دايما بتدور على الامان وعلى الاستقرار وده مش لاقيه، كل اللي بيدخلوا في حياتك بيكونوا مغرورين ومتكبرين ودايما بيأذوك ودايما بيتكلموا عليك. خلال ايام معينة هتحدد مصيرك مع بعض الاشخاص اللي في حياتك وهتحط النقط على الحروف علشان وقع عليك منهم كذب وخيانات وظلم. في حقيقة هتكتشف قدامك فخلي بالك. في حد توفى انت زعلان عليه ومخنوق عليه، هيحصل عندك مواجهة مع حد، المواجهة دي يعني كل واحد هيقول اللي عنده، في قرض انت ناوي عليه، في فلوس جاية لك الايام اللي جاية وهيبقى عندك اجراء عظيم بإذن الله. انت ناوي على الخير وبالفعل الخير اللي هتحصل عليه. بسم الله ما شاء الله، انت مستني تغيير، احذر من الاصدقاء، الاصدقاء كذابين ومنافقين وبيحولوا حياتكم الى جحيم، احذروا منهم. عندك حد بيلعب على الطرفين في الدنيا، انت دايما بتحب الاشخاص الغريبة ما بتحبش القريب علشان القريب بيأذيك. في عصفورة هتجيلك الايام اللي جاية وهتجيبلك اخبار حلوة. شايفالك كمان خير جايلك الايام اللي جاية باذن الله. انت راضي باي حاجة تجيلك من عند ربنا. حاسس ان حياتك عبارة عن عقاب. في غلطة انت عملتها يا برج العقرب.
في غلطة انت عملتها، والغلطة دي لحد الآن بتدفع ثمنها. الحسد، الحسد مش سايبك في حالك دايما، عليك وعلى آية كل أعوذ برب الفلق، الحسد آكل حياتك كلها. شايفة كمان ان انت اتظلمت ومش حاسس ابدا براحة بال، يعني انت بالك مش مرتاح، حاسس دايما بخيبة امل، حاسس ان انت عندك ظلم غير طبيعي. برج العقرب عنده خبر حمل ذرية صالحة، هيكون عندك امور باذن الله في اعمال الصالحة. انت دايما مستني لم شمل او مستني حد جديد، بس انت اللي فقده الايام دي الحنان والحب، ما تلاقيتش الحد بقالك سنين من اي حد. حس ان انت حياتك دايما هتكون فيها مشاكل، لا انت خايف بس من المستقبل. الطريق اللي جاي ده هيكون خير ليك، بس انت خلي عندك ايمان بالله. شايفة كمان ان انت يعني متراقب من اشخاص حواليك، في ناس مش سايباك في حالك وبتراقبك، فلازم تخلي بالك. عندك حكمة في حياتك الأيام اللي جاية، الحكمة دي هتكون حلوة، وهيبقى في أدعية في حياتك حلوة، الأدعية دي هتكون خير. الرسالة جات لك ولا لسه يا برج العقرب؟ في رسالة جاية لك، يا هل ترى جات لك ولا لسه؟ الرسالة دي ممكن يكون اعتذار من الشريك، ممكن يكون حد أكل حقك. انت هنا عليك اقساط وعليك ديون، خلي بالك. انت كان في شخص عندك مش كويس، شخص بيشرب خمر، شخص كبيح، شخص انسان مش كويس، لدرجة ان انت قررت ان انت تنفصله. في عندك شخص كان نرجسي، شخص خاين، انت كان في اشخاص كتيرة جدا على جميع الاوضاع. في نجاح عندك، خلي بالك، والنجاح ده هتثبت وجودك فيه. بسم الله ما شاء الله. كمان ده انت كمان عندك تواصل مع حد كبير عنك في السن. في هنا عكوسات بتحصل في حياتك، وده بسبب السحر اللي بيتجدد لك. في شخص عندك في حياتك هيكرمك وهيقولك انت هتنجح. في حد دايما بيرفع من معنوياتك، خلي بالك، في حد عندك بيرفع من معنوياتك على طول. في حد في قلبه رحمة وشفقة عليك، دايما بتلاقيه واقف جنبك ودايما بتروح له وتقول له. خلي بالك، انت احلامك فيها كوابيس، انت بس اللي اذيك وكاسر قلبك ان هم المقربين اللي اذوك، وقع عليك المشاكل والاذى، ودايما حاسس يعني حاسس بالمشاكل. حتى الشريك اللي دخلته في حياتك وكبرته وعليته هو اللي جالك منه الغدر، وبقيت تقول له اتقي ربنا فيا، انا ما عملت لكش حاجة، انت اللي اذيتني. الفلوس اللي جيالك، الفلوس اللي جيالك سد بيها اللي عليك، وبلاش تصرفها في حاجات تضايقك. في واحدة ست خربت بيتك، واحدة ست خربت بيتك، طرف التالت كان بيتدخل في حياتك. شايفة كمان ان انت عندك مرات اب، مرات اخ، مرات عم، الله اعلم، دي مش حبالك الخير ابدا، ودايما بتطعن فيك من ورا لورا. فخلي بالك يا برج العقرب، علشان انت ولا ناقص خيانة ولا ناقص مشاكل. شايف كمان هنا بتحلم بامور كتير جدا في حياتك. في توقيع ورقة الأيام اللي جاية، خلي بالك، توقيع الورقة دي حاول تفكر فيها كويس جدا. انت حاسس ان انت عندك وقف حال في جوازك، في مستقبلك، بالفعل انت عندك وقف حال بسبب السحر، بس ما تقلقش، هنا عندك تغيير. انت في علاقة تانية يا برج العقرب، في علاقة تانية في حياتك، عندك أبراج ترابية في حياتك كتير، خلي بالك. شايفة كمان ان انت المولود اللي هيجيلك ده هيغير حياتك، انت عندك يقين بالله ان هو هيغير حياتك، وبالفعل اليقين ده هيغير حياتك. عندك امور حلوة، الدراسة في حياتك هتكون دايما ناجح ومتألق بالنسبة لدراستك، علشان انت بالك مشغول بالدراسة، الدراسة دي هتكون دايما متألق بيها علشان خاطر هتثبت وجودك. محدش بيسمعك غير ربنا،
حاول تصلي ركعتين لله، وحاول تدعي ربنا ان هو يكرمك، علشان ربك هو الكريم، محدش بيكرم اكتر من ربنا. انت مستني خير وبالفعل الخير هيجيلك. انت هنا عندك خنقة وضيقة، بتجيلك خنقة وضيقة في حياتك، بس ما تقلقش، علشان انت دايما عندك ميزان العدالة، دايما حياتك بتحكم بالعدالة، ما بتحبش النفاق ولا الخداع ولا الظلم، بس مشكلتك الناس اللي انت بتتعرف عليهم ما بتلاقيش منهم غير الغدر والخيانات. انت بتزعل، بتزعل على نفسك. طب انت ليه ما بتقولش ان ربنا من كتر ما هو قلبك طيب وبيحبك بيكشف لك الاشخاص على حقيقتهم؟ كان عندك حد عزيز على قلبك قوي، لما اكتشفت حقيقته زعلت. طب ليه زعلت؟ طب ما تقولش ليه ان ربنا كشف لك الشخص ده على حقيقتك؟ علشان كان بيستغلك. دايما بترضى بحكم ربنا، بس من جواك بتزعل. دايما بتقول يا رب انا ما بفعلش غير الخير، ليه بيترد عليا مشاكل؟ ليه انا تعبان؟ ليه دايما مهموم؟ انت ما تعلمش ربنا كاتب لك ايه؟ فخلي دايما ايمانك بالله بس. انا عارفة ان انت اتظلمت من كل الاشخاص اللي دخلوا حياتك، في منهم اللي سرقك واللي ظلمك واللي كسر نفسك، بس ما تقلقش، استخارتك لشهر نوفمبر فيها خير وفيها رزق، وهتآمن بحاجات كتيرة جدا حصلت في حياتك، علشان هتجيلك كذا رسالة هتنور طريقك. خلي عندك يقين بالله، علشان ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك وهيديك اللي انت مستني. انت حلمك قريب منك، السلم طالع عليه، فخلي بالك علشان السلم قريب منك. وطول ما السلم قريب منك فانت كده داخل على الايام السعادة والهنا، انت داخل على الرزق. فتاة العقرب دايما مظلومة، دايما قلبها مكسور من كل الأشخاص اللي داخل حياتها. ده مش كده وبس، كمان ده كل الأشخاص بتغير منها، علشان دايما متألقة، دايما حكيمة في كل تصرفاتها وفي كل أفعالها، ودايما ما بتفعلش غير الخير، مظلومة. فأنت ما تقلقيش، علشان من بعد الشدة والخنقة اللي انت فيها هيكون عندك انفراجات. راجل العقرب بص لمستقبلك شوية، ابعد عن واحدة ست ماشي، يعني واحدة ست دايما بتفعلش غير الشر عليك، وعلشان كده دايما انت عندك مشاكل بينك وما بين شريك حياتهم. برج العقرب، اتمنى لك الخير. انزل تحت في الكومنتات واثبت وجودك، علشان انزل لك توقعات جديدة دايما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اثبت لي وجودك في الكومنتات علشان اعرف ان انت دايما من المتابعين اللي عندي، وانزل لك توقعات جديدة تستهلك، علشان انت فعلا يا برج العقرب مستني الخير اللي جاي لك، وانت مستني حاجات كتيرة جدا هتحصل في حياتك الفترة اللي جاية، بس انت كون مستعد للانطلاقات الجديدة.